الكرام، ونبدأ أعزائي المشاهدين بعد انتظار كبير أعلن الأهلي عن طقمه الأول لهذا الموسم في انتظار تدشينه يوم السبت أمام لقاء التعاون السعودي، فيما شكر البرازيلي فيكتور جوليانو لاعب النصر الجماهير التي حضرت لمساندة الفريق في مواجهة أحد في المدينة المنورة ووعدهم بالاحتفال بتحقيق لقب الدوري. جوليانو يعتبر ثاني أغلى صفقة في نادي النصر بعد زميله النيجيري أحمد موسى الأغلى في الدوري. أود أن أتقدم بالشكر لجميع الجماهير التي ساندتنا ووقفت بجانبنا الليلة، فقد أعطتنا الكثير من القوة والدافع، ونتمنى أن نتمكن من حصد لقب البطولة في نهاية الموسم. شكرا. هذا وأكد مدرب القادسية السعودي الصربي ألكسندر سانوفيتش عن رضاه التام عن استعداد فريقه لبداية الموسم بعيدا عن الإصابات. أنا راض جدا عن وضعنا الحالي وعن طريقة الإعداد قبل بداية الموسم، وأنا في أتم الجاهزية ولا نملك إصابات، والجميع مستعد لمواجهة الفتح على طريقتنا الخاصة. هذا وفاجأ لاعبو الاتحاد المدرب الأرجنتيني رامون دياز أثناء المؤتمر الصحفي قبل ملاقاة الشباب. المفاجأة كانت تخص الاحتفال بذكرى عيد ميلاده. بدورنا نقول لك كل عام وانت بخير، ونتمنى لك التوفيق له ولجميع المدربين في السعودية وفي الإمارات، وهذه المرة من الإمارات حيث خص مدرب عجمان الإماراتي المصري أيمن الرمادي صدى الملاعب بتصريح بعد تحقيق فريقه الفوز الأول هذا الموسم على النصر المرشح لحصد لقب الدوري. الرمادي ماذا قال؟ نتابع. الحمد لله المكسب النهاردة الحقيقة مكسب مهم جدا في بداية الدوري قدام فريق كبير، لكن لازم المكسب يتحط في نصابه الطبيعي. ما هي إلا مباراة خلاص خلصنا منها والحمد لله حطينا في رصيدنا 3 نقاط. المكسب بداية الدوري حاجة جميلة جدا وحاجة ممتازة، لكن هتبقى طموحاتنا وأحلامنا هي واحدة بس وأهدافنا واحدة، هدفنا الاستمرار في دوري المحترفين. ان 3 نقاط مهمة جدا جدا لتحقيق هدفنا ده، فان شاء الله بإذن الله نتعشى من احنا نستفاد من البداية ونتعشى من فريقنا يؤدي بصورة جيدة هذا الموسم زي السنة اللي فاتت. من جهة أخرى أكد نجم المنتخب ونادي العين إسماعيل أحمد لصدى الملاعب عن جاهزية فريقه لبداية الموسم أمام نادي الإمارات وتعويض الخسارة التي حلت بهم أمام الوحدة في لقب السوبر. موسم جديد في تحديات كبيرة للأندية كلها، أكيد موسم بيكون صعب بالنسبة للفريق الزعيم، بيكون هناك تحدي أكبر عن موسم النطاف. هناك كل مرحلة احنا نعديها كل موسم ناخذ فيه ألقاب، بيكون الموسم اللي بعده بيكون موسم صعب. أكيد خسارتنا بالسوبر أكيد هاي بداية الموسم احنا نقول مطبة وبنعديها، هذا الشيء ما بيأثر فينا لأن ما تقدر تعوض هذا الشيء لأن الشيء وراح. ده الحين عندنا الدوري إن شاء الله، عندنا فيه ناخذ فيه 3 نقاط، ناخذ فيه قدر ما يعني قدر الإمكان عشان نحقق الشيء الإيجابي والمطلوب. كل التوفيق لجميع الأندية الإماراتية ومن محليا إلى عالميا. توج الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعد منافسة مع المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي. في الختام خص نجوم المنتخب السعودي لذوي الاحتياجات الخاصة صدى الملاعب بفيديو حصري بعد تحقيق لقب كأس العالم 2018 للمرة الرابعة في التاريخ بعد أعوام 2006 و2010 و2014 و2018 بس على طريقتهم الخاصة. الشعب السعودي وجمهور كاس العالم وربي. كاس العالم يا صدى الملاعب. ألف مبروك لهم وإن شاء الله تستمر النتائج الإيجابية، والإعاقة هي إعاقة مو إعاقة جسد. شكرا عزيزي أبو كرم. هلا.